أقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة فتيات مأرب حفل اختتام مشروع زمالة في الحكم المحلي للنساء بمأرب وتخرج عدد من المشاركات من الموظفات الحكوميات والطالبات حديثات التخرج في المحافظة، وتخرجت من المشروع الممول من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن الذي يأتي ضمن برنامج تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية 70 مشاركة من الموظفات والخريجات. لقد انطلقنا في هذا المشروع من البداية ونحن نتوقع أن تكون النتائج مثمرة، واعتمدنا في ذلك على فرص المانحين والشركاء المساندين لنا وبالأخص السلطة المحلية لمساعدة دور النساء في صناعة القرار. بهذا العمل هو على مساعدة المجتمع اليمني من خلال استثمار الطاقات الكامنة لدى النساء والعمل على بناء قدراتهن في مجالات القيادة والإدارة في الحكم المحلي، بما يساهم في تعزيز دور المرأة وفي الحكم المحلي وتحقيق التنمية المستدامة. شمل المشروع 11 دورة تدريبية بمختلف المهارات الفنية والشخصية للمشاركات على مدى 6 أشهر، ويهدف إلى تحسين مستوى أداء الموظفات الإداريات وبناء قدرات ومهارات حديثات التخرج من الجامعة. مشروع سيري أو مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن هو مشروع يعمل في 9 محافظات، يركز بالدرجة الأولى على بناء قدرات السلطات المحلية ومساندة السلطات المحلية في التعامل مع المكونات المجتمعية المختلفة جميعاً جنباً إلى جنب، يعملوا على إعادة التخطيط وإعادة تفعيل المكاتب الحكومية في مرحلة ممنهجة صحيحة. استهدف المشروع مشاركات من 8 مديريات في محافظة مأرب، وشملت الأنشطة التي تم تنفيذها المهارات الشخصية والفنية والجوانب التطبيقية والتدريبية. محمد القليصي لقناة سهيل مأرب.